الجزائرية أو الشعب الجزائري الذي خرج ليعبر عن فرحته باستقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. إليكم مرة أخرى مباشرة من أمام البريد المركزي أين بدأت دموع المواطنين بالوصول هنا احتفاء بإعلان بوتفليقة استقالته. عزيز يرددها هؤلاء شعب جيش خوا خوا مواطنون فارغون قادمون من مختلف مناطق العاصمة أو حتى من الذين أتوا من مناطق أخرى منذ أيام هم الآن يحتفلون أمام البريد المركزي. إذن هذه هي الصور، تتابعونها مباشرة من أمام البريد المركزي بجزائر.